إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأول ما نبدأ به تسجيل الشكر والتقدير للجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة وتنشيط المحاضرات والخطب والدورات العلمية وهذا اللقاء اليوم العلمي قام به فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة التوعية العلمية والفكرية ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة وهو جهد تشكر عليه جزاهم الله خير وكان اللقاء في مسجد بجامع الشعيبي بحي السلامة شارع عبد الرحمن السديري بجدة في بعد عصر يوم السبت 12 من شهر ربيع الأول من عام 1441 هجرية واللقاء يشتمل على رسالتين من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الرسالة الأولى بعنوان الأصول الستة والرسالة الثانية بعنوان القواعد الأربعة قبل البدء في قراءة هذه الرسائل والتعليق عليها نعرف بأمرين اثنين الأمر الأول بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد عام 1115 هجرية وتوفي عام 1206 هجرية والإمام رحمه الله كان مع مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود قائماً معه في الدعوة إلى الإسلام وإزالة مظاهر الشرك والوثنية التي عمت وطمت في أرجاء المعمورة في ذلك الوقت واستمر معه إلى وفاته ثم جاءت الولاية بعد الإمام محمد بن سعود إلى ابنه عبد العزيز ابن محمد بن سعود واستمر معه إلى وفاته رحمه الله ثم جاءت الإمامة بعده إلى ابن عبد العزيز وهو الإمام عبد الله جاء يعني هو كان متولي الحكم الإمام محمد بن سعود ومن بعده ولده عبد العزيز ومن بعده عبد العزيز من بعده سعود بن عبد العزيز وفي زمن سعود بن عبد العزيز توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1206 جاء بعد سعود بن عبد العزيز ولده عبد الله إلا حصلت معه المشكلة مع إبراهيم باشا ومحمد علي باشا وطوسون وحصل تدمير الدرعية وانتهاء الدولة السعودية عام 1233 هجرية الإمام بهذا يكون عاصر ثلاثة من أئمة الدولة السعودية في عهدها الأول الإمام المؤسس محمد بن سعود ثم ولده الإمام
عبد العزيز ابن محمد بن سعود، ثم ولده الإمام سعود بن عبد العزيز، وتوفي في زمن عبد العزيز، توفي في زمن سعود، آسف، توفي في زمن سعود رحمه الله. وكان يقوم مع الإمام بإرسال الرسائل إلى الأنحاء، إلى القبائل وشيوخ القبائل وإلى الأمراء، يدعوهم إلى دعوة التوحيد. والإمام رحمه الله طوال هذه الفترة أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة، يعني كان مستمر في أمر الدعوة 70 سنة بالضبط، تقريباً 70 سنة مستمر في الدعوة، تمارس أحوال الناس وتمارس الأساليب التي يحتاجها الناس في مخاطبتهم في أمور التوحيد والدعوة إليه. ومن خلال هذه الممارسة جاءت هذه الكتب والرسائل. يعني مثلاً على سبيل المثال، ألف كتاب التوحيد حق الله على العبيد. لم يوجد في المكتبة الإسلامية كتاب يضارع هذا الكتاب في تقرير مسائل التوحيد، لا يوجد. كل الكتب التي كتبت قبله في التوحيد تتعلق بأصول العقيدة وكذا، لكن كتاب يجعل التوحيد أمر مهم تمارسه في كل شؤون حياتك ويجنبك كل مظاهر الشرك في شؤون حياتك، تبويب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، ما يوجد كتاب إلا هذا الكتاب فيما أعلم، لأنه جاء لك بقضايا التوحيد في كل أمر تمارسه في حياتك اليومية، في كلامك، في لفظك، في تصرفاتك، في قيامك، في جلوسك، كل ما يتعلق بأمور التوحيد. فترجم التوحيد من كونه قواعد وأصول إلى كونه أمر تتعايش معه في حياتك، فعلمك التوحيد من خلال هذه المعايشة، فجنبك كل مظاهر الشرك في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وبث من خلال هذه الأبواب كل مسائل العقيدة. فلا نعرف كتاب جاء بمسائل التوحيد والعقيدة مثل هذا الكتاب. أما الرسائل الصغيرة اللي منها اليوم رسالة الأصول الستة ورسالة القواعد الأربع، فهذه الرسائل كأنه كان يحدث لديه من خلال ممارسته ودعوته للناس أن الناس بحاجة إلى هذا الجانب، الناس بحاجة إلى هذا الجانب، فكان يضع لهم الرسائل على هذا الأساس. وستلاحظون هذا الآن في رسالة القواعد الأربع. أما رسالة الأصول الستة فكان وضع الإمام لها اقتداء بما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه دائماً على أصول عامة في الإسلام لا يستغني المسلم عنها. وضع الأصول الستة على هذا الأساس، كأنه يقتدي في ذلك بالأحاديث التي وردت في التنبيه على أصول عامة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العبادة لله، والنصيحة لمن ولاه الله أمركم، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاثة أمور ذكرها الرسول في هذا الحديث. في حديث يحيى بن زكريا، وسأذكر لكم كامل الآن بس أذكر لكم محل الشاهد، لما الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا أن آمر بني إسرائيل بخمس كلمات، فلما ذكر الرسول الحديث وذكر الكلمات الخمس قالوا: أنا آمركم بخمس، آمركم بالجماعة والسمع والطاعة، وأنا آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة. زي كده برضو الرسول بيذكر أصول عامة يحتاجها المسلم في كل أمر. من هذا النمط جاءت رسالة الأصول الستة. نذكر لكم الحديث هذا الطويل اللي فيه الأوامر الخمسة التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يبلغها لبني إسرائيل، ثم الرسول بلغنا أيضا بخمسة أوامر. في الحديث عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها
أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل يخرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. خمس كلمات أمر الرسول بها. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مشي على هذا النمط في كتابه الأصول الستة، فذكر ستة أصول. شوفوا الأصول وشوفوا اللي جاء في هذه الأحاديث ستجدونها متطابقة. والسبب أن الناس في حاجة دائمة إلى التذكير بهذه الأصول الستة. والأصل هو القاعدة، كلمة الأصل معناها القاعدة، والقاعدة هي ما يبنى عليه الشيء وما يفرع عليه الشيء. معنى ذلك أن هذه الأصول الستة المسلم يحتاجها في أن يفرع عليها جميع أمور دينه، المسلم يحتاجها في أن يفرع عليها جميع أمور دينه، لأنها قواعد يبني عليها، لأنها قواعد يبني عليها. يلا نقرأ الآن كلام الشيخ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. الأصل الأول. نعم، الشيخ في هذه المقدمة يلفت النظر إلى أمر. ما هو هذا الأمر؟ يقول: من الأمور العجيبة الغريبة أن ديننا علمنا أصول ستة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة، نستطيع من خلالها أن نقيم ديننا وأن نوحد ربنا وأن نعبد الله على الوجه الذي يريده، ولكن الناس انشغلوا عنها. وأكثر ما شغل الناس وصرف الناس عن تعلم هذه الأمور اعتمادهم على عقولهم وعلى ذكائهم، اعتمادهم على العقول وعلى الذكاء، وتركهم التنزيل، الرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. مفهوم المخالفة أنكم إن تركتم الاهتداء بالكتاب والسنة إيش يحصل؟ ضللتم ولن تصلوا إلى حوض يوم القيامة. هذا مفهوم المخالفة. ولذلك من أعجب العجاب أن الإنسان يترك هذه الأصول اللي أرشد إليها الدين وعلمنا إليها الرسول، ها؟
اتباعا للعقل وللرأي. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنسأل الله العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد في الدنيا والآخرة. نعم.